السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف السادس، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الحصة الثانية للأسبوع 11. درسنا اليوم طلاب صف سادس هو تكملة للدرس السابق الذي هو بعنوان مسرحية ديما. والآن طلاب صف سادس، هيا بنا نتعرف على خطوات درسنا اليوم للحصة الثانية. أولاً عرض التهيئة ومناقشتها مع الطلاب، ثم بعد ذلك عرض أهداف الدرس وتوضيحها، ثم الاستماع للنص المسرحي من قبل المعلم، ثم قراءة الطالب للمسرحية مع تحديد المفردات الصعبة في المشهد المسرحي، ثم بعد ذلك يتم مناقشة الطلاب في المشهد الثاني للمسرحية من خلال طرح المعلم مجموعة من الأسئلة لترسيخ فهم المسرحية لدى الطلاب. عرض نشاط لتقييم مدى فهم الطلاب للدرس مع إرفاق نموذج لإجابة هذا النشاط، ولكن عزيز الطالب لا تنتقل إليها إلا بعد أن تجيب على النشاط بنفسك أولا، ثم بعد ذلك عرض نشاط آخر حيث سيختار الطالب نشاط من الأنشطة المعروضة وتسجيلها بالضغط، وفي التقييم الختامي وذلك من خلال استخدام الرابط الموجود بالشريحة للإجابة على الأسئلة المرفقة. ولا تنسى عزيز الطالب بعد الانتهاء من الحصة أن تنتقل إلى موقع صفير وتقرأ القصة التي أرفق لك المعلم. هيا بنا نبدأ في أهداف درسنا اليوم. الآن طلاب الأعزاء، هيا بنا نبدأ بأول خطوة من خطوات درسنا اليوم وهي التهيئة. فهيا بنا الآن نتناقش في بعض الأسئلة المتعلقة بالحصة الماضية. السؤال الأول، لماذا لم تستطع عفراء الحصول على الطعام والشراب؟ السؤال الثاني، ما الذي أبعد عفراء عن النخلة طوال هذه الفترة؟ السؤال الثالث، ما نوع الحوار السائد بالمشهد المسرحي الأول؟ هيا الآن عزيز الطالب اقرأ الأسئلة مرة أخرى ثم فكر ثم أجب عن هذه الأسئلة. والآن سنتعرف على أهداف درسنا اليوم الذي هو بعنوان مسرحية ديما. الهدف الأول هو أن يحدد المتعلم الفكرة العامة بالمشهد المسرحي الثاني. الهدف الثاني أن يحلل المتعلم شخصيات المسرحية من حيث أقوالها وأفعالها. والآن عزيز الطالب انظر إلى الصور الموجودة أمامك ثم أربط بين هذه الصور والمشهد المسرحي الثاني الذي ستقرأه فيما بعد.
ترد ديمة على جهام فتقول له: هل في العودة إلى الأرض ما يؤذيك أو يخزيك وهي أمك التي أنجبتك؟ جهام: إذا شعرت أنت بالحنان إلى الحفر الموحلة في الغدران أو إلى الأغوار المظلمة في الآبار فعودي أنت، إني سعيد بالحفاظ على نقائي وارتقائي. والآن طلاب الأعزاء، هيا بنا نتناقش في هذه الجزئية الثانية من المشهد الثاني لهذه المسرحية. السؤال الأول: استخرج من المشهد الموجود أمامك أسلوبا إنشائيا. السؤال الثاني: كلمات تدل على الجمع وحدد نوعه. السؤال الثالث: صف كلا من ديمة وجهام وعبر عن رأيك في كل من الشخصيتين. عبر عن رأيك في كل من شخصية ديمة وشخصية جهام. الآن طلاب الأعزاء، هيا بنا نتعرف على الكلمات الجديدة في هذا المشهد الثاني من المسرحية. والآن هيا بنا نتناقش في معنى الكلمات الجديدة في هذا المشهد الثاني. ما معنى كلمة مفارقة؟ نعم، إجابة صحيحة. أسمع من يقول أن معناها طرقة. الجهام: السحاب الذي لا ماء فيه، يخزي، يهين. الغدران: كل موضع صعب كثير الحجارة والشكوك لا تكاد الدابة تنفذ فيه. الأغوار: معناها كل منخفض من الأرض. وما معنى كلمة أعني؟ أحسنت. أسمع من يقول أن معناها أهتم. ارتقيت، صعدت. النقاء، الصفاء. يؤذيك، يضرك. والآن عزيزي الطالب، بعد أن تعرفت على الكلمات الجديدة ومعناها، اختر بعض الكلمات ووظفها في جمل من إنشائك. هيا ابدأ الآن. والآن قد وصلنا للنشاط الأول لهذه الحصة. اقرأ الأسئلة التالية ثم أجب. مرادف كلمة الأغوار وجمع كلمة الشأن وضد كلمة الصفاء، ثم وظف كلمة الصفاء في جملة من إنشائك. السؤال الثاني: استخرج من المشهد المسرحي تعبيرا مجازيا. السؤال الثالث: حدد الشخصيات في المسرحية. السؤال الرابع: هات حوارا خارجيا من المشهد المسرحي الثاني. هيا ابدأ الآن عزيز الطالب، واعلم أن هذا النشاط له إجابة في الشريحة التالية، ولكن يجب أن لا تنتقل إلى الإجابة مباشرة إلا بعد أن تجيب عن هذا النشاط بنفسك أولا، ثم بعد ذلك اذهب إلى الإجابة وقيم نفسك. هيا ابدأ الآن بحل النشاط. والآن عزيزي الطالب، قيم نفسك من خلال نموذج الإجابة الموجود أمامك. والآن مع النشاط الثاني لهذه الحصة. اقرأ الأسئلة ثم أجب. واحد: مرادف كلمة الغدران ومفرد كلمة الآبار. ضد كلمة يعتني، ثم وظف كلمة يعتني في جملة مفيدة من إنشائك. اثنان: استخرج اسلوبا انشائيا واخر خبريا. ثلاثة: قارن بين صفات ديمة وصفات جهام. اربعة: ذكرت جهام اسباب عدم حبها للنزول الى الارض، عدد هذه الاسباب موضحا رأيك فيها. والان عزيزي الطالب، قيم اجابتك من خلال نموذج الإجابة الموجود أمامك الخاص بالنشاط الثاني. أما الآن فقد وصلنا إلى النشاط الثالث لهذه الحصة. اختر نشاطاً من الأنشطة التالية وسجله بدفترك. النشاط الأول: اختر شخصية أعجبتك من الشخصيات المسرحية وأرسل لها رسالة موضحاً سبب إعجابك بها مراعياً عناصر الرسالة. السؤال الثاني: استخدم الكلمات التالية في كتابة مشهد مسرحي مع مراعاة توظيف الحوار الداخلي والخارجي: المعلم، المدير، الطالب، ولي الأمر، الأصدقاء، العمال.
النشاط الثالث صمم خريطة ذهنية تحدد فيها الصفات التي تتصف بها كل شخصية من الشخصيات المسرحية. هيا ابدأ الآن باختيار إحدى هذه الأنشطة وسجله بدفترك. والآن طلابي الأعزاء قد وصلنا للنشاط الختامي لهذه الحصة. وجه نصيحة لجهام وأخرى لديما. السؤال الثاني، ما العوامل المشتركة بين النخلة وديما؟ الآن طلابي الأعزاء فقد وصلنا لنهاية الحصة ومع التقييم النهائي لهذه الحصة، فهيا الآن قيم نفسك من خلال الضغط على الرابط الموجود أمامك باستخدام برنامج تيست موف. وفي النهاية عزيزي الطالب، لا تنسى أن تفتح موقع صفير وتقرأ القصة التي حددها لك المعلم، ثم أجب عن الأنشطة المخصصة لهذه القصة. شكرا لك عزيزي الطالب، وشكرا لحسن استماعك. مع السلامة.